السلام عليكم متابعي قناة كورستار، أهلا ومرحبا بكم من كل مكان. معنا أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق 6/6/2019. وخالد جلال يطلب رحيل 4 لاعبين عن الزمالك. قال مصدر بنادي الزمالك إن خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم طلب من إدارة النادي تسويق 4 لاعبين بفترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا أن الفريق ليس في حاجة لخدماتهم. وأكد المصدر أن جلال تحدث مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأكد له أنه لا يمانع في رحيل كل من حميد أحداد وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وبهاء مجدي. وحرس الحدود يصعب مهمة الزمالك في المنافسة على الدوري. وكان الزمالك قد تعادل أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بملعب الفريقين بالجولة 34 من الدوري المصري. وجاءت أهداف المباراة عن طريق بهاء مجدي بالخطأ في مرماه لصالح حرس الحدود، بينما أحرز خالد بوطيب هدف الفارس الأبيض في المباراة. بهذا التعادل رفع رصيد الزمالك عند 68 نقطة في المركز الثالث. وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده في المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز، فيما رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 38 في المركز 12 ليهرب رسميا من الهبوط.